عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك. وقمت أناديك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله. النوايا البيضاء ترتب لصاحبها أجمل الأقدار، تسخر له أطيب الأحداث، تزرع الورد في دروبه وتصنع الجمال في أيامه. صباح النوايا الطيبة والصادقة من قلوب نقية تؤمن بالله سبحانه وتعالى في كل خطواتها. نبدأ وإياكم مشاهدين الأكارم صباحنا الجديد مع صباحات برنامج صباح كربلاء، ونحن نحييكم إن شاء الله، ودائما نلتقيكم مع فقرات منوعة تشاركني بإذن الله تعالى في تقديمها العزيزة ليلى. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإن شاء الله صباح مليء بالطاقة الإيجابية، مليء بالاستقرار النفسي والعزيمة إن شاء الله لتحقيق كل الأمنيات. شكرا لهذه الدعوات الحلوة سوزان عند الصباح، وأكيد نحتاج لهذه الطاقة الإيجابية. الله يحفظكم إن شاء الله ويعز أحبابكم للجميع. إن شاء الله تكونين بخير يا رب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم. ونبدي وياكم صباح ملؤه التفاؤل، حيث نقول عش صباحك على أنك شخص سعيد، افرح ولا تفكر بالواقع المر، اصنع من الصباح غيمة وغيمة رضا تحوطك وتنسيك كل شيء يؤلمك، حيث كل شيء هين بالتوكل على الله. نتوكل على رب العباد في هذا الصباح، ونبدأ وإياكم استعراض سريع ومبسط لفقرات حلقتنا لهذا اليوم. رافقونا في حلقتنا لهذا اليوم وأولى الفقرات، سوف نتحدث في خبر الصباح حول حملة علي أبونا التي تباشر أعمالها في محافظة واسط. وفي فقرة ثقف نفسك سوف نتعرف إياكم على فوائد الموز وأيضا أضراره. وفي فقرة نقاش صحي، سوء التغذية أسبابه وعلاجه مع الدكتورة رواء أزهر أبو غنيم أخصائية التغذية. وسوف نتعرف على مشكلة الأطفال في ارتداء ملابسهم بجولة التفاعل وسؤال التفاعل الذي يقول كيف تساعد طفلك العنيد في ارتداء ملابسه وخاصة عند الصباح. إذن هذا صباح يتجدد معكم مشاهدينا، ونبدأ صباحنا بذكر الله سبحانه وتعالى وعند ضريح المولى سيد الشهداء أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه، حيث النعمة البليغة ونحن بجوار مرقده الطاهر في أرض كربلاء المقدسة. نتوجه بقلوبنا وأسماعنا إلى الحرم الحسيني المطهر للاستماع إلى زيارة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم. رافقونا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين،
الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيارتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا ويغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى، ربك وربي، ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الوحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين، هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك
وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمي فإنه أكرم الأكرمين. عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من النعم. ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. فسلم الأمر للرحمن وارض به، هو البصير بحال العبد من ألم. لا تستعجل حدوث الأشياء، دعها تأتي بروية تامة، فلست في سباق مع الآخرين ولا مع الأشياء ولا مع الوقت. لكل منا خريطة تناسب أفكاره، طريقة عيشه وقدرته على التحمل. تعلم أن تطمئن قلبك وتعيش حياة يكتنفها الرضا وصدق اليقين بالله سبحانه وتعالى. فقط رددها دائما: حلمي غدا ألقاه كالصبح يأتيني، إني دعوت الله والله معطيني. والحملة مستمرة بالتعاون والتنسيق المشترك مع العتبة المقدسة. أيضا يذكر أن حملة علي أبونا لصيانة المقاعد الدراسية انطلقت بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة في 7 محافظات عراقية من المحافظات الوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى محافظة النجف الأشرف، والآن بالتحديد تقوم بحملتها في محافظة وسط. نسأل الله التوفيق على هذه المبادرة الجميلة، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم، نشد على أيدي هكذا حملات ترفع بالمستوى التعليمي لطلابنا وتفتح عليهم الفرح والسرور، لأنه يصير لهم واهس ليقبلون للعام الدراسي مجددا. إذن مشاهدينا، كان هذا خبر الصباح. دعونا نأخذ وقفة قصيرة ونواصل معكم، ابقوا معنا. مشاهدينا الأكارم، نتواصل إياكم في فقراتنا لهذا اليوم، وسوف نقف عند فقرة نقاش صحي لنتعرف على معلومات مهمة جدا، خاصة مع هذا الوقت وانطلاق العام الدراسي وإقبال طلبتنا على الدراسة. بالتأكيد في بعض الأحيان يكون هناك إخفاق في تناول الوجبات مع الامتحانات التي بدأت منذ هذا الشهر، فممكن أنه تحدث مشاكل صحية ومنها سوء التغذية. خلينا نتناول هذا الموضوع، سوء التغذية والتغذية الصحيحة، كيف يمكن أنه نوفر الغذاء الصحي بمفردات
منتجات ومواد تكون مركزة بالفوائد. إن شاء الله سوف تكون معنا الدكتورة رواء أزهر أبو غنيم وهي أخصائية تغذية للحديث حول هذا أو أبو غنيم عفوا للحديث حول هذا الموضوع بالتحديد التغذية الصحيحة لأبنائنا وللجميع وخاصة ممن يعاني من مشاكل صحية. أسعد الله صباحكم دكتورة، إن شاء الله نكون في حديث معكم حول التغذية الصحيحة والسليمة لأبنائنا. صباح الخير والعافية عليكم دكتورة. صباح النور، الله يحفظكم، وصباح الخير على كل متابعيكم الكرام. الله يحفظكم. دكتورة خلينا نتعرف وياكم على الأسباب الرئيسية لسوء التغذية. الأسباب الرئيسية لسوء التغذية بصورة عامة طبعا تنقسم إلى يعني ثلاث مجاميع، إما تكون هي نقص في التغذية، مثلا نقص في المواد المغذية، نقص الفيتامينات الكافية بالغذاء، نقص المعادن، نوع الغذاء نفسه هو ممكن يكون غير كافي حتى يوفر لنا يعني المغذيات الكافية، أو نتيجة الفقر، يعني ممكن يكون الشخص ما عنده الإمكانية الكافية أن يوفر الغذاء الجيد لأطفاله، أو الخلل في الامتصاص في توجد مشاكل صحية تسبب نقص أو نقص التغذية أو سبب في سوء التغذية يؤدي إلى مشاكل تغذوية. نعم أحسنتي. طيب هواي اليوم يعانون الأمهات من أطفالهم أنه ما يشتهي يأكل، أتوسل بيه على اللقمة، يأكل هيك مثلا لقم ويترك، هذا الموضوع أيضا ممكن يسبب سوء تغذية الأطفال، ونشوفه هواي من الأطفال عندهم ضعف ونحول لربما أنه هزالة في الجسم، ما مشكلة فقدان الشهية عند الأطفال وكيف ممكن معالجته من قبل الأمهات أو الآباء المسؤولين؟ نعم، في يعني يخص فقدان الشهية وخاصة الأطفال في عمر المدارس، هذه مشكلة نعاني منها حاليا. نعم، أنه الأطفال يتناولون أطعمة غير صحية مثل الشيبس والحلويات والعصائر الصناعية، وهذه طبعا تسبب فقدان شهية لأنه راح يأخذ كفايته من السعرات الحرارية من هذه المواد، فبالتالي أكيد ما راح يقدر يأكل الوجبة الرئيسية اللي هي تحوي على المغذيات الصحيحة اللي يحتاجها. نفس الوقت هذا راح تسبب له مشكلة غذائية اللي هي أبسط مشكلة، هي مشكلة شائعة، هي مشكلة فقر الدم، وبالتالي فقر الدم معروف عنه أنه يسبب فقدان شهية، فإذا كان الطفل يعاني من فقدان شهية أو صعوبة في تناول الوجبات الرئيسية ضروري أنه يسوي فحص، يعني فقر الدم هذا أبسط فحص ممكن نجيبيه، وأيضا ننتبه إلى نوع الغذاء اللي يتناوله. نعم أحسنتم. طيب دكتورة، هناك بعض الحالات اللي ممكن تتناول أغذية وأغذية صحية ولكن عندها مشكلة بالامتصاص، شنو هي العوامل اللي ممكن تأثر على الشخص بحيث هو يتناول الغذاء ولكن عنده مشكلة بامتصاص الأغذية المناسبة لجسمه؟ المشاكل الطبية اللي تشمل مشكلة الامتصاص يعني عادة تكون مثلا مشاكل بالجهاز الهضمي أو مشاكل في المعدة مثل جرثومة المعدة أو حساسية الحنطب أو مشاكل القولون، هذه مشاكل طبية، لكن ما ممكن تكون مشاكل هي في نوع الغذاء، مثلا الطفل مثلا عنده فقر دم وياخذ حليب اكثر، الحليب يسبب نقص في امتصاص الحديد، هاي هم يعني لازم ننتبه له، او ممكن مثلا نعطيهم مثلا مكملات، بعض الاطفال نعطيه مكملات الحديد لكن ياخذه مع الحليب، هذا يعيق امتصاص الحديد، او بالعكس مثلا اطفال يعني للاسف اليوم يجون اطفال حتى اقل من عمر المدارس ينطوهم الشاي، هاي احنا مشكلتنا بالعراق، العراقيين نحب الشاي احنا. نعم. فالطفل يعني ممنوع ما يصير نهائيا انه نعطي شاي للاطفال لحد ما يعني حتى انا برايي حتى سن المراهقه ممنوع نعطيهم شاي، لان يعني هذا الشاي يسبب نقص في امتصاص الحديد وبعض المغذيات، هو الطفل بهاي المرحله العمريه مهم جدا انه ياخذ كفايته من المغذيات والمعادن. نعم. نعم أحسنتم. طيب بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من سوء تغذية، كيف يمكن تشخيص سوء التغذية عند الشخص؟ شنو اللي مثلا خلينا نقول الأعراض اللي تظهر عليه، ضعف لربما هناك نحول غيرها من الأمور، كيف نعرف؟ الأعراض طبعا أول شيء ممكن نحن يعني نشوفه ظاهريا، هو مثلا شاحب، دائما ما عنده طاقة، مو مثل باقي الأطفال ما عنده نشاط بدني، ممكن أبسط مثال خلل في النمو، يعني ممكن نشوفه أقصر من أقرانه، أقل تطور من أقرانه، هاي جدا مهم أنه ننتبه للأطفال لأنه مشكلة النمو والتطور يعني ضروري جدا العلاج بشكل مبكر حتى لا تسبب مشكلة مزمنة بالمستقبل. أيضا مثلا قلة المناعة، مثلا طفل دائما يتمرض أكثر من باقي إخوانه أو أقرانه، هذه همنا مشكلة، وإذا كانت حالات متقدمة يعني من سوء التغذية هذه تأثر على الشعر،
تأثر على الجلد، يكون جفاف بالجلد أحيانا، حتى لون الشعر ممكن يتغير بسبب مشكلة. وأيضا أهم شيء الوزن، الوزن هم ينطينا علامة من علامات سوء التغذية. نعم أحسنتم. طيب دكتورة خلينا نتحدث عن مسألة سوء التغذية، هي ما تصيب فقط الصغار، ممكن كل الأعمار تتعرض إلى مشكلة سوء التغذية. البعض يتناول المكملات الغذائية وحتى الأطفال ممكن يعطون مكملات غذائية، خلينا نتحدث عن فوائدها ومضارها، وهل تحتاج إلى وصفة طبية أم أنه مجرد أنه أخذ من الصيدلية مكمل غذائي وأتناوله بشكل اعتيادي؟ المشكلة هذه أيضا نواجهها، أنه حاليا يعني للأسف أنه سهولة الوصول للمكملات الغذائية وبشكل غير علمي وغير صحيح. مثلا تجينا حالة خاصة الشاعر مشكلة الفيتامين دي، الناس كلها تأخذ مكمل فيتامين دي، واللي يأخذ طبعا الفيتامين دي هو الجسم غير قادر على طرح الكميات الفائضة منه، فممكن يتراكم بالجسم. وأيضا بعض المشاكل مثلا حتى فقر الدم، يروح ياخذ حديد ويطلع هو مثلا مشكله فقر الدم مو نقص الحديد، ممكن يطلع امراض وراثيه مثل الثلاسيميا وغيرها. فانا بالحقيقه ما انصح راسا انه نلجا للمكملات الغذائيه الا اذا كانت المشكله جدا بسيطه، لكن اذا نشوف الطفل ما يتحسن في المكملات الغذائيه المفروض ضروري جدا انه نراجع الطبيب. نعم. وطبعا بالمناسبه احنا عندنا المراكز الرعايه الصحيه الاوليه، هذه يعني تقدم خدمه لمتابعه النمو والتطور للاطفال. ضروري الاهالي ياخذون اطفالهم يقيسون الوزن والطول ومتابعه يعني دوريه، قدهم هناك والوقاية. يعني أنا أتوقع مثل ما ذكرتوا أنه أبعد الطفل عن الحلويات وغيرها من الأمور اللي يمكن تسد شهيته، لربما أنه أنوع يعني مختلف الغذاء. هناك نصائح أخرى للوقاية على عجالة في الدقيقة الأخيرة؟ الوقاية أنه نضمن أنه الطفل يأخذ الغذاء الكامل، الغذاء الكامل يعني الطبق أنه يشمل الخضار مختلف أشكالها بالطريقة اللي يحبها الطفل. ممكن البروتين لازم اكو مصدر بروتين حيواني. هسه عندنا مشكله جديده صارت بسبب السوشيال ميديا، اطفال نباتيين بيجون انه هو تبع جروبات نباتيه، اهم من المشكله اللي نواجهها. لازم ياخذ بروتين من مصدر حيواني، والكربوهيدرات الصحيحه، يعني مو بس معكرونه وسباجيتي وهالاشياء الغير، والاندومي هاي اشياء غير صحيه. لازم اكو مثلا سمن، خاصه السمن العنبر العراقي ممتاز، وايضا الخبز او اي نوع كربوهيدرات هو يرغب به. نعم احسنتي. وبالتالي التنوع ممكن انه يقينا من هواي امراض تاتي من سوء التغذيه ونتجنب تبعاتها. شكرا جزيلا لكم دكتوره رواء ابو غنيمه اخصائيه التغذيه لكل ما تفضلتي به. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لك لهذه المعلومات. إذا مشاهدينا الأكارم هناك مشكلة يعني من عندها الجميع، اللي هي مسألة تناول الأغذية وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار. فيعني هنا يعني تكمن شطارة الأم بأنه تعد وجبة يتقبلها الطفل بطريقة صحية تدمج بها المواد اللي ممكن تكون ذات فائدة وسعرات حرارية وتكون مفيدة لجسم الطفل، بالتالي أيضا بطريقة تقديمها تكون لطيفة. من العناصر الغذائية المهمة جدا واللي راح نتناولها في فقرة تثقف نفسك هي الموز اللي به الكثير من الفوائد، لكن بذات الوقت بمجموعة من الأضرار اللي ممكن أنه نتفاداها إذا عرفنا أنه وين المشكلة ومن الأشخاص اللي ما المفروض يتناولون الموز على الرغم من فوائده الكثيرة. خلينا نتعرف في البداية على الموز والفوائد الصحية اللي يمتلكها كفاكهة ممكن أنه ندخلها بالكثير من الأطعمة. الموز هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات، يحتوي على البوتاسيوم، المغنيسيوم، وفيتامين سي وفيتامين بي 6 والألياف الغذائية. وهناك مجموعة إن شاء الله عرفنا بنبذة مختصرة هذه الفوائد. دعونا ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى وقت موجز الأخبار مع زميلنا علاء السلامي، ثم لنا عودة. السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. جامعة أرث الأنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة تستحدث 8 تخصصات جديدة استقبلت فيها الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. كلية الإعلام بقسميها الإعلام الرقمي والعلاقات العامة ستكون إضافة متميزة للجامعة، فيما ستكون ذات فائدة كبيرة للدارسين فيها لارتباطها بالمؤسسات الإعلامية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة. مركز الإمام الحسين عليه السلام للمخطوطات التابع للعتبة الحسينية يستقبل مجموعة من طلبة الماجستير والباحثين من كلية العلوم الإسلامية في جامعة بابل.
الزيارة جاءت للتعريف بأبرز الآليات المتبعة في المركز لترميم المخطوطات وترجمتها والتحقيق فيها. مستشفى النسائية والتوليد في كربلاء المقدسة ينظم فعاليات اليوم العلمي السنوي بمشاركة بحثية واسعة، حيث ألقيت 17 محاضرة حول العمل في مجالات الأمراض النسائية والتوليد والعقم ومواكبة آخر الأبحاث والعمليات النادرة للأمراض النسائية. معهد نور السجاد المكفوفين وضعاف البصر في محافظة بابل والتابع للعتبة الحسينية يعمل على تأهيل الطلبة من هذه الشريحة. المعهد الذي أنشئ بموافقة وزارة التربية يعد واحدا من أهم المراكز الإنسانية التي تعنى بتدريس فاقدي البصر لتأهيلهم لدخول مراحل التعليم المختلفة. وأخيرا مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب يؤكد أن العام المقبل سيكون خالي من استلام العملة النقدية في محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية. وقال طالب أن العمل بالمحطات سيكون عن طريق الفيزا كارد، مما يسهل على المواطنين عملية الدفع حسب الكمية التي يحتاجها المواطنون وبالسعر الرسمي. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء. الشكر الجزيل للزميل علاء السلامي على هذه المعلومات لنشرة الأخبار التي طالعناها قبل قليل، ونتواصل وإياكم مشاهدين الأكارم في فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وسوف نتعرف على معلومات مهمة جدا حول استعدادات العتبة الحسينية المقدسة لمهرجان كوثر العصمة الذي سوف نشهده في الأيام المقبلة، وتحت شعار منبع الزهراء وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، منبع الحكمة وسراج الرحمة. تحت هذا الشعار بالتأكيد سوف تكون هناك الكثير من الأمور التنظيمية ومشاركات دولية ومسابقات وبحوث كثيرة. لنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع أحد أعضاء اللجنة التنظيمية، وهو الأستاذ علي كاظم السلطان، مع زميلنا المراسل كرار الحمداني. أسعد الله صباحكم بكل خير، وإن شاء الله صباح فيه التوفيق والبركات بإذن الله تعالى. صباح الخير والعافية علي كرار. نعم زميلتي سوزان، اسعد الله صباحكم، تحيه طيبه لكم ولجميع مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه، واسعد الله صباحكم واوقاتكم بكل خير. ايضا احيي مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه بهذه التغطيه الصباحيه الخاصه لبرنامج صباح كربلاء. نعم زميلتي سوزان، وكما يعني ذكرتي قبل قليل انه العتبه الحسينيه المقدسه ولا يخفى على الجميع ما تسعى به دائما وما تقدمه للعراق والعراقيين بصورة عامة، حيث تستمر بالنشاطات والمهرجانات العامة الثقافية والأدبية وبمختلف الأمور التي تخدم المجتمع، حيث منذ يعني أيام وأيضا تستمر بدأت العتبة الحسينية المقدسة استعداداتها يعني الأكاديمية الأدبية الثقافية. دعنا إن شاء الله نترك الحديث لك ولضيفك الكريم حول مهرجان كوثر العصمة، اللجان التنظيمية والاستعدادات المسبقة وحاليا ما يجري على أرض مهرجان كوثر العصمة. الجو إليك. نعم شكرا زميلتي، بالتأكيد لا يخفى على الجميع ما تقوم به الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة من مختلف النشاطات الثقافية والفكرية والعلمية والتي دائما ما تخدم المجتمع، لا سيما مهرجان كوثر العصمة والذي سينطبق قريبا إن شاء الله. وهذا المهرجان يتضمن فعاليات مختلفة، نشاطات مختلفة، وأيضا هناك عدة أمور تسعى من خلال هذا المهرجان العتبة الحسينية إلى استقطاب يعني الباحثين والمشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حتى تحقق ما تحقق في هذا المهرجان، أن تصل برسالة إيجابية علمية أدبية للعالم جمعاء، وأن أهداف العتبة الحسينية يعني متعددة ولها رؤية ويعني مقترحات عديدة حتى تحقق رسالة الإمام الحسين عليه السلام من خلال هذه البقعة الطاهرة. أكيد زميلتي هذا المهرجان كوثر العصمة له يعني عدة أمور وعدة فعاليات وعدة نشاطات وجوانب مختلفة، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الحاج الأستاذ علي كاظم سلطان، عضو اللجنة التحضيرية في مؤتمر كوثر العصمة. السلام عليكم حجينا.
اسعد الله صباحكم ان شاء الله. الله صباحكم وانا وسهلا. الله يبارك فيكم ان شاء الله. وتحيه لكم ولمشاهديكم ولمقدمي البرنامج في هذه الاسبوحه الحسينيه الكربلائيه الفاطميه، وهذه الايام التي تمزج بين شهاده الزهراء وولادتها، نسال الله ان ننال رضاها ان شاء الله. احسنتم، موفقين حجي. يعني حجي بالتاكيد دائما ما تسعى الامانه العامه للعتبه الحسينيه المقدسه من خلال مهرجاناتها ونشاطاتها المختلفه الثقافيه ان تحقق فد امر معين وهو نشر رساله الامام الحسين. يعني يتم التوضيح من خلال حضوركم المبارك عن مهرجان كوثر العصمة، متى يكون الانطلاق وماذا يتضمن من فقرات ونشاطات لكي تصل الى العالم بصوره عامه؟ نعم، باسم المهرجان كوثر العصمة في دورته الثالثة، طبعا ينطلق في يوم 19 جمادي الثاني، لأن يوم 20 جمادي هو يوم ولادة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فقررنا أن ننطلق قبل يوم في ليلة الولادة، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام. طبعا المهرجان في هذه السنة هو تظاهرة فكرية وفنية وأدبية. هذا المهرجان فيه كثير من المسابقات التي كانت بتوجيه من سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة. هنالك مسابقة لتأليف كتاب بثلاث لغات، اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة الأوردو. هنالك مسابقة شعرية للشعراء الشباب لحد عمر 30 سنة، وهذه لأول مرة نقيم مثل هذه المسابقة، وذلك لتهيئة جيل شباب أدبي وواعي وشاعري من أجل خدمة القضية الحسينية. كذلك هناك مسابقة الفنون، مسابقة التصميم والرسم والخط العربي، ومسابقة القصة القصيرة. 6 مسابقات يتضمن هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان باعتباره خصوصية ولادة الزهراء عليه السلام، تكون المشاركات الأغلبية هي من الأخوات. النشاط النسوي فيه كبير، هناك تعاون بين اللجنة التحضيرية والملتقى النسوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، ونحن أكملنا البرنامج وأكملنا الشخصيات. هنالك تقريبا ضيوف من 30 دولة، تقريبا 80% منهم النساء، ونساء أنه شخصيات أدبيات وشخصيات يعني فكرية من مختلف دول العالم من 30 دولة كما ذكرت لكم. هنالك مسابقة، هنالك عفوا مشاركة للجامعات العراقية وللمراكز الدينية النسوية في العراق وفي خارج العراق. هذا المهرجان أيضا يتضمن معرضا للفن التشكيلي، يتضمن عرض هذه المسابقات، مسابقة الخط والرسم والتصميم، إضافة إلى هنالك مكتبة خاصة بالزهراء عليه السلام سوف تعرض الكتب الخاصة بالزهراء عليه السلام فقط. هنالك أماسي شعرية وأماسي قرآنية. بالنسبة للأخوات أيضا هنالك جلسات في جامعة الزهراء، هنالك ورش عمل، هنالك نشاطات كثيرة، زيارة عوائل الشهداء وتكريم بعض الشخصيات النسوية التي جاهدت في الزمن السابق والآن، وكذلك الشخصيات المتميزة المستمرة في خدمة القضية وفي خدمة الإنسانية. طيب حجي، يعني دائما ما تكون هناك دعوات للدول العربية داخل العتبة الحسينية، هل هناك مقترح لاستقطاب أو مشاركة بعض الدول الأجنبية حتى تحقق الأمانة العامة للعتبة الحسينية فلمسة واضحة من خلال حضور الشخصيات الأجانب داخل المهرجان؟ نعم، هو الحضور ليس فقط شخصيات عربية بل الغالب هم شخصيات أجنبية، هنالك من أوروبا ومن أفريقيا ومن آسيا. طبعا الحضور العربي مهم، هنالك من شمال أفريقيا، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من لبنان، من الهند، من باكستان، هنالك حضور يعني متنوع. نحن لا نركز على دولة واحدة أو دولتين، هنالك الدول العربية طبعا حاضرة في البحرين وعمان والكويت وسوريا ولبنان ودول المغرب العربي والسودان كذلك. طيب حجي، ما هي الإضافات التي ستكون حاضرة في هذا المهرجان، في هذه المهرجان بنسخة جديدة؟ أنا ذكرت لك أولاً القضية النشاطات النسوية ستكون متميزة إن شاء الله في هذا العام، هنالك باحثات وهنالك مؤلفات لكتب، مسابقة تأليف الكتاب
وصلتنا كتب من 30 كتاب باللغة العربية لحد الآن، وكتب بالفارسي وكتب بالأردو وأيضا كتب بالإنجليزية يعني. فستقام مسابقة لهذه الكتب. الآن اللجان نحن نعمل منذ 6 أشهر على هذا البرنامج. بالتأكيد بعض البحوث التي تصل إلى محافظة كربلاء إلى العاصمة الحسينية تكون خاضعة للاختبارات وخاضعة لعدة أمور. نعم طبعا هنالك لجان، أكثر من لجنة، لجنة الاستلال ولجنة التقييم، وهنالك لجنة عليا نهائية تحدد المراكز الأولى الأول والثاني والثالث من كل مسابقة يعني. طبعا لجان علمية وأكاديمية يعني يعني دينية وأكاديمية مشتركة. نعم، هل سيكون هذا العام منفرد بنشاط معين أو فقرة أو فعالية معينة يكون مختلف عن النشاطات السابقة؟ يعني هو مختلف عن العام الماضي بعدة أمور. أولا مسابقة تأليف الكتاب طبعا بتوجيه من سماحة المتولي الشرعي، أنه منذ العام الماضي أطلق في حفل الافتتاح مسابقة تأليف كتاب ونحن عملنا عليها. الآن جاءتنا لدينا مجموعة جيدة من الكتب يعني حقيقة، وكذلك المسابقات وكذلك نعم. النشاط النسوي نعم. هو أهم ما يميز نشاط هذه السنة. نعم كرار إذا تسمعنا. طبعا نحب نشكرك ونشكر أيضا ضيفك الكريم عضو اللجنة التنظيمية أستاذ علي كاظم السلطان، شكرا لكل هذه الفعاليات التي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة، ونسأل الله التوفيق لكم. شكرا لهذه التغطية. نعم شكرا جزيلا. إذا كان حديث مفرح حقيقة حول هذه المعلومات اللي ذكرها قبل قليل، اللي المشاركة دولية واسعة، مشاركة النساء لأنه أصلا وذات المهرجان هو تحت شعار لزهرة سلام الله عليه اللي هي سر الخلود، فبالتأكيد المشاركة النسوية راح تكون كبيرة جدا. وذكر قبل قليل المشاركة تقريبا 80% هي من مشاركة النساء. أيضا هناك تنوع كبير باعتبار أنه راح تشارك بها المسائل الشعر والثقافة والقصة صحيح. البحوث العلمية المختلفة، هذا التنوع يفتح المجال لكل الفتيات المشاركات إلى أنه تبرز موهبتها حسب إمكانيتها سواء صحيح. كانت علمية أو شعرية أو حتى بكتابة القصة، بأنه تضع بصمتها الفكرية في هذا المهرجان. فهي فرصة ثمينة جدا أنه يتم تقييمها من قبل لجان تقييم قبل ذكر تقريبا 6 أشهر هم يشتغلون على هذا الموضوع. فإن شاء الله نتمنى لهم الموافقية ويحصدون المراتب الأولى. أمين رب العالمين. هواية من الشخصيات والكاتبات والأديبات ما عندهم الفرصة أنه ينشرون أعمالهم صحيح. فإن شاء الله يكون هذا المهرجان هو بادرة خير لأن يتركوا البصمة الأولى لهم من كتابة وأدب إن شاء الله. إذن مشاهدينا دعونا نقف بفاصل ومن ثم نعاود معكم حلقتنا، ابقوا معنا. محمد القسوة القائم العدل الإمام المنتظر، بشرى وعهد الحق من خير البشر، كالشمس خلف سحابة الشوق استتار. بشرى وعهد الحق من خير البشر، كالشمس خلف سحابة الشوق استتار.
يا أهل العالم هذا تسبيح الضياء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. حلم الجراح بالدواء ومن الألام، قوت الفقير وفيض من برأ النسام، من كربلاء يصوغ ملحمة القيام ليقيم دولة قوة تتبع من كربلاء يصوغ ملحمة القيام ليقيم دولته وتتبع الأمم. يا أهل العالم هذا كشف في خفاء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. المبين وصف الذين استضعفوا بالوارثين، فالأرض يورثها العباد الصالحين، والعهد فضل لا ينالوا ظالمين. فالأرض يورثها العباد الصالحين، والعهد فضل لا ينال الظالمين. يا أهل العالم هذا للفتح لواء، يا أهل العالم هذا وعد الأنبياء. مشاهدينا الأكارم نتواصل وإياكم، وضمن فقرات حلقتنا لهذا اليوم وصلنا وإياكم إلى النشرة الجوية لنتعرف على الأحوال الطقس والمناخ ضمن هذا الوقت، ولو في هذا الوقت بالتأكيد هناك انخفاض بدرجات الحرارة، وبالأيام السابقة شهدنا انخفاض وفي بعض الأحيان يكون هناك ارتفاع. خلينا نتعرف على تفاصيل دقيقة لأحوال النشرة الجوية مع زميلنا عباس الخفاجي. أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. زميلات سوزان وليلى، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير والعافية عباس، إن شاء الله تكون بخير يا رب. وخلينا نبدأ بتغيرات درجات الحرارة للأيام القادمة. شهدنا في الأيام اللي سبقت كثير من يعني الشمس، إضافة إلى الدفء، إضافة إلى أنه يعني تغير المناخ بصورة سريعة ومختلفة. ما هو القادم للأيام الجاية من الأسبوع الجاي؟ بالنسبة للطقس نتحدث احنا عن هذا اليوم، سوف تكون درجات الحرارة مقاربة اليوم السابق، وانخفاض في درجات الحرارة في فترة الليل، وسوف يصاحب هذا الانخفاض طيلة الفصل. نعم جيد. إذن دعونا إن شاء الله نطلع على التفاصيل معك عباس والجو إليك إن شاء الله. تفاصيل أوفى بعد هذا الفاصل القصير.
أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم في صباح جديد مع نشرة الأنواء الجوية والتي تأتيكم ضمن برنامج صباح كربلاء. والبداية مع التصريح الرسمي من قبل هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل العراقية عن حالة الطقس في البلاد ليوم السبت الثاني من كانون الأول، حيث سيكون الطقس في المنطقة الوسطى الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سوف يكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما في المنطقة الشمالية الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سوف يكون من 6 إلى 8 كيلومتر. أما في المنطقة الجنوبية الطقس سوف يكون صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة أيضا مقاربة اليوم السابق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، ومدى الرؤية سوف يكون من 6 إلى 8 كيلومتر. بينما درجات الحرارة في البلاد مشاهدين الأكارم سوف تكون كالآتي، والبداية دوما ودائما مع العاصمة بغداد، حيث سيكون الطقس في العاصمة بغداد لهذا اليوم الطقس مشمس في محافظة بغداد لهذا اليوم، بينما الصغرى سجلت 9 درجات والعظمى قد تصل إلى 22 درجة. ومن محافظة بغداد نذهب إلى الجنوب، حيث البصرة الفيحاء الصغرى سجلت 11 درجة، بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس مشمس في محافظة البصرة. ومن محافظة البصرة نتجه إلى الشمال، حيث محافظة أربيل الصغرى سجلت 9 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 19 درجة، والطقس مشمس في محافظة أربيل. ومن أربيل إلى مدينة الإمام الحسين عليه السلام كربلاء المقدسة، حيث سيكون الطقس أيضا مشمس في محافظة كربلاء، الصغرى سجلت 10 درجات، بينما العظمى من المتوقع لها أن تصل إلى 21 درجة. ومن محافظة كربلاء نعود إلى الجنوب، حيث ذي قار الصغرى سجلت 9 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة ذي قار. ونعود أيضا إلى الشمال مرة أخرى، حيث محافظة السليمانية الصغرى سجلت 6 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 19 درجة، والطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة السليمانية. ومن محافظة السليمانية نذهب إلى محافظة بابل، حيث سيكون الطقس غائم جزئي في محافظة بابل، والصغرى سجلت 9 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 22 درجة. ومن محافظة بابل نذهب إلى محافظة ميسان، في ميسان سجلت الصغرى 8 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 21 درجة، والطقس مشمس في محافظة ميسان. ومن محافظة ميسان نذهب إلى محافظة دهوك، حيث سيكون الطقس في محافظة دهوك مشمس لهذا اليوم، بينما الصغرى قد تصل إلى 9 درجات، والعظمى من المتوقع لها أن تصل إلى 18 درجة. ومن محافظة دهوك نذهب إلى محافظة الأنبار، حيث سيكون الطقس في محافظة الأنبار كالتالي، الصغرى سجلت 6 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة، والطقس غائم جزئي في محافظة الأنبار. ومن محافظة الأنبار نذهب إلى محافظة الديوانية، الصغرى سجلت 9 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 23 درجة، والطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة الديوانية. ومن محافظة الديوانية نذهب إلى محافظة الموصل، الصغرى سجلت 5 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 18 درجة، والطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة الموصل. ومن محافظة الموصل نذهب إلى محافظة ديالى، الصغرى سجلت 7 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 21 درجة، والطقس مشمس في محافظة ديالى. ومن محافظة ديالى نذهب إلى محافظة واسط، الطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة واسط، بينما العظمى قد تصل إلى 22 درجة، والصغرى سجلت 9 درجات. ومن محافظة واسط نذهب إلى محافظة صلاح الدين، حيث سيكون الطقس في صلاح الدين مشمس لهذا اليوم، والصغرى سجلت 7 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 21 درجة. ومن محافظة صلاح الدين نذهب إلى محافظة كركوك، حيث سيكون الطقس في محافظة كركوك كالتالي، الصغرى سجلت 6 درجات، بينما العظمى قد تصل إلى 20 درجة، والطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة كركوك.
ومن محافظة كركوك نذهب إلى محافظة المثنى، حيث سيكون الطقس مشمس لهذا اليوم في محافظة المثنى، والصغرى سجلت 9 درجات بينما العظمى قد تصل إلى 22 درجة. ومن محافظة المثنى مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام النشرة الجوية، وهذه عودة إلى زميلات في الأستوديو. من نوار البياتي. لمواجهة التيارات المنحرفة ومعالجة بعض المشاكل التي تواجه المجتمع، أقام المركز التبليغي في ديالة التابع للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع كلية الإمام الكاظم عليه السلام أقسام ديالة الملتقى الثقافي والفكري الأول وبحضور شخصيات دينية وطلبة. حضرنا اليوم في كلية الإمام الكاظم في محافظة ديالة لإقامة ندوة فكرية دينية تحت عنوان القيم والأخلاق بين الدين والقانون، دور تكاملي. ولأهمية هذه الندوات وهذه اللقاءات مع الشريحة الشابة في الجامعات، وحرصا من العتبة الحسينية المقدسة وبتوجيه من المتولي الشرعي للعتبة الحسينية والشيخ رئيس القسم شؤون الدينية، تعمد العتبة على إقامة هذه البرامج التبليغية النوعية الهامة لأجل رفض الشباب الجامعي بالمعلومات ولأجل بيان أطروحة الإسلام وأطروحة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عقدت اليوم على بركة الله في رحاب كليتنا كلية الإمام الكاظم عليه السلام للعلوم الإسلامية الجامعة في ديالة ندوة تثقيفية بعنوان القيم والأخلاق بين المنظورين الديني والقانوني نحو رؤية معرفية تكاملية. عقدت هذه الندوة بالتعاون مع المركز التبليغي في العتبة الحسينية المقدسة وبالتنسيق أيضا مع المركز التبليغي لشعبة التبليغ في ديالة. وحقيقة استهدفت يعني هذه الندوة في خطابها وتوجيهاتها الطلبة الأفاضل طلبتنا الأعزاء خلال التوعية الدينية وبث أدبيات أهل البيت عليهم السلام والوقوف على البيانات والتفصيلات اللي خاصة بمنظومة القيم لما لها من دور وإسهام كبير في ترميم وضع الأفراد والمجتمعات والأوساط. ويأتي الهدف من تلك الملتقيات التي لاقت تفاعلا من قبل الحاضرين لترصين الواقع الثقافي للطلبة وتسليحه بأدوات ووسائل تمكنهم من مواجهة الشائبات التي تواجههم في حياتهم اليومية. انطلاقا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والذي ميزه السماء وأنك لعلى خلق عظيم وما بعثناك إلا لأن تتمم مكارم الأخلاق، فبدأ الله تبارك وتعالى بسيد خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وميزه بالأخلاق، وعلينا أن نتبع هذا السنة المباركة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي أصبح هو سيدا للأخلاق. وعندما ندخل في هكذا محافل وهكذا تجمعات علينا أن نرسي ثوابت الأخلاق في نفوسنا وفي نفوس أجيالنا، لأننا نعيش أزمة واضحة في مجتمعاتنا وفي معاهدنا وفي كلياتنا. نشكر العتبة الحسينية المقدسة باهتمامها في محافظة ديالة من لأنه الأفكار الدخيلة على الدين وعلى فكر أهل البيت اليوم كثرت. اليوم العتبة الحسينية المقدسة مهتمة في محافظتنا بإعقاد ندوات ومؤتمرات لتسهيل الأمور أمام المواطن أو الطلبة بالأخص الطلبة في جامعات في جامعة الإمام الكاظم عليه السلام. إقامة هكذا ندوات ثقافية ومن قبل العتبة الحسينية المقدسة هو من أجل إبعاد تلك الشريحة المهمة في المجتمع عن التيارات المنحرفة التي انتشرت في الآونة الأخيرة. لبرنامج صباح كربلاء، نوار البياتي، محافظة ديالى. الله
تبدي شخصية الطفل من هذه الاختيارات البسيطة للأطفال لملابسهم، نعطيهم الحرية لا بأس، ونستخدم الطريقة اللي طرحتها قبل قليل، إذا خاصة إذا الجو بارد وهم ما يقبلون يلبسون فنستخدم هذه الطريقة الذكية، ما أقول له ألبس هذا، أخلي له أكثر من خيار وهو بعد يختار. فإن شاء الله الصحة والسلامة والتوفيق والشخصيات القوية لأبنائنا. نعم أحسنتي. إذا مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وأن يحفظ أولادنا من كل سوء وبلاء.